عرض أوروبي تاريخي لنجم الأهلي والخطيب يتدخل بقرار عاجل. يبدو أن نجم خط الوسط في النادي الأهلي يعيش آخر أيامه في النادي، وذلك بعد وصول عرض خيالي من قبل إحدى الأندية الأوروبية والتي تشارك باستمرار في بطولات دوري أبطال أوروبا. هذا بجانب كون العرض المقدم يعد تاريخي بالنسبة للدوري المصري، حتى أنه يتفوق على الرقم الذي خرج به محمد صلاح ومحمد النني ورمضان صبحي في أولى تجاربهم الاحترافية خارج مصر. وصرح مصدر بالنادي الأهلي عن وصول عرض جديد قيمته 5 مليون دولار تم تقديمه من قبل إدارة نادي جلاتا سراي التركي من أجل ضم المالي الدولي اليوديانج، في ظل رفض إدارة الفريق الأحمر كافة العروض التي وصلت الفترة الماضية والتي لم تتجاوز 3.5 مليون دولار. وبدأت إدارة نادي جلاتا سراي شوطا جديدا في المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اليوديانج بتقديم عرض مالي كبير قيمته 5 مليون دولار أي ما يقارب 80 مليون جنيه مصري. ومن جانبها رفضت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب الاستغناء عن اليوديانج بمقابل مادي يقل عن 7 ملايين دولار، بالإضافة لوضع بند يفيد بحصول النادي الأهلي على نسبة 20% من نسبة إعادة بيع اللاعب في السنة الأولى و15% من نسبة إعادة بيعه مستقبلا بعد السنة الأولى. وترغب إدارة النادي الأهلي في بيع اليوديانج بعد تلقي النادي عدد من العروض المغرية للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، بالإضافة إلى توفير مكان للاعب أجنبي في قائمة الموسم الجديد من أجل التعاقد مع مهاجم جديد بناء على طلب بيتسو موسيماني. أما اليوديانج فيترك الأمر بالكامل للنادي الأهلي وهو يثق تماما في مجلس الإدارة وما سيتم في النهاية بشأن مستقبله. ديانج وجد تقديرا كبيرا في النادي الأهلي ويشعر أنه في بيته ويدين بالكثير للأهلي وجماهيره. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا الجديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.